كلمتهم، قلت لهم امكم بتقول لكم من ساعه ما ابوكم طردكم البيت والحال بقى غير الحال. تعالوا دلوقتي في التو اللحظه عشان تشوفوا حل في المشكله دي. يرضيك يرضيك اللي بيعملوا فيا شحاته ده يا عتريس. عمل ايه تاني؟ من صباحيه ربنا نزل فيا ضرب وطلطيش. الله تاني؟ اه ده لسه امبارح لفحك بالمكنسه على صدغك موقعنا من الضحك كلنا. ما عيطنا كلنا. معلش معلش كفايه عياط بقى. كفايه ده انت من كتر الضرب بقيتي شبه ياسر جلال. يا معلش معلش هو زمان دودي جاي دلوقتي واستاذ توفيق وكلهم جاي اهو. دودي جاي اهو يا دودي. سلام عليكم يا جماعه. في ايه؟ حبيبي ازيك يا عم عتريس؟ عامل ايه يا حبيب عم عتريس؟ عامل ايه؟ رحت النادي وانبسطت؟ رحت النادي والبنات كانوا بيعاكسوك؟ اه الصراحه يا حبيبي انا جبت لك كل اللي انت بتحبه من السوبر ماركت. بجد؟ اه النهارده بقى اليوم المفتوح مفيش رشيد. يعني على اساس ان كان في قبل كده يا عم عتريس؟ انا عايزك تاكل وتنبسط يا دودي. حاضر. تشربي حاجه يا ست الكل؟ اي حاجه. كفايه بقى حرام عليك. ايه يا ماما في ايه يا ماما؟ شفتي يا دودي بابا عمل فيا ايه؟ عمل فيك ايه يا حبيبتي؟ من ساعه ما صحي الصبح ونازل فيا ضرب وطلطيش. ما عنده حق، ما انت قاعده عامله له لميس الحديدي في البيت. ايه يا دودي ده؟ يا دودي انت لازم تجيب حق ماما. اجيب حقك من مين يا حبيبتي؟ من بابا يا حبيبي. بابا ده؟ ايوه بابا ده. طب بص عامل ازاي؟ ده انا لو دخلت له هديني بالقلم على بوزي. انت مش هتجيب لي حقي؟ لا يا ماما مش هينفع. تصدق انا ما خلفتكش؟ امال فقستيني؟ ما تدخلنيش في تفاصيل. تفاصيل ازاي؟ ده صلب الموضوع. تفاصيل ايه؟ لا ما دام انت مش هتجيب لي حقي يبقى انا ما خلفتكش. ازاي طيب؟ انا ما خلفتش غير حسين ابني، هو الوحيد اللي هيجيب حق ماما. صباح الخير يا ماما. ايه يا ام الدنيا في ايه؟ ايه يا ماما؟ لا يا ماما يا ماما لا يا ماما مش انت اللي تبكي يا ماما. لا 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 الام يا جماعه الام يا ماما يا ماما ماما يا ماما شد الضفاير ضفارين ام الدنيا. اتكلمي يا ماما يلا شعرها هيقصف عليا الطلاق. امي يا ابني انت اسمك وانا هكلمك. اصل ايه يا ماما؟ قولي يا حبيبتي في ايه؟ هنضيع اليوم يا ماما ولا ايه؟ بص يا حسين. ايه؟ يرضيك ان بابا يقول على ماما ان هي حراميه؟ اه يرضيني يا ماما. انا حراميه يا حسين؟ ايوه انت حراميه يا ماما. كنت بتسرقيني وانا صغير، الحصاله خلاها بالليل مليانه، اصحى الصبح الاقيها فاضيه. يا حبيبي كانت بتتملي على اخرها بفضيها لك. ما الامهات كلها بتقول كده وعمر ما في شاب شاف شلم من الحصاله. كان نفسي في فانيله الاهلي ما جبتليش حتى فانيله حمالات. انتم عيله قذره يا ماما. لا يا حبيبي هجيب لك اللي انت عايزه، بس تجيب لي حقي من بابا. هو حقي مين؟ حقي يا حبيبي. هاتيه انت يا ام الدنيا. يعني انت مش هتجيب لي حقي؟ لا يا ماما. تصدق انا ما خلفتكش؟ يا دي النيله السودا. امال مين اللي خلفت يا حاجه؟ ما تدخلنيش في تفاصيل. تفاصيل ايه؟ دي مش تفاصيل يا جماعه، ده صلب الموضوع. حضرتك احنا مين اللي خلفنا؟ انا جيت لوحدي. طب انت جيت لوحدك، انا مين اللي جابني؟ ما تدخلنيش في تفاصيل. انا ما خلفتكوش، ما دام مش هتجيبوا لي حقي. انا ما خلفتش غير ابني الكبير جابر، هو اللي هيجيب حق ماما. مساء الخير يا حماتي. مساء الخير يا حماتي. ايه يا رؤى يا حبيبتي؟ امال فين جابر جوزك؟ كان في جماعه بيعاكسوني تحت فبيضربهم مطاله. شايفين؟ جاب حق مراته من الشارع، اكيد هو اللي هيجيب حق امه. جابر الوحيد اللي هيجيب حق ماما. صباح الزفت على دماغك. جابتش ستات غيري، ما جابتش رجاله غيري. انا كلت علقه بسببك تحت، اترزعت علقه بسببك، ما كلاش حمار في مطلع. العيال كلها ماشيه تمسكني من الجلابيه ويقول ابو شنب بتاع الفراخ جه بسببك، ماشيه تتقصعي قوي في الحاره. اما كله بيعكس
وفي الاخر سبتيني وطلعت فوق. الله، ما انت اللي قلتي اطلعي. انت اللي قلت لي اطلعي. قلت لك اطلعي بس خليكي واقفه. طول ما انت واقفه ما حدش يضربني. هيراقوا شعورك ان انت ست وهيخافوا على منظري. انما انت متخلية امشي غوري على الكنبه. يلا كاتك نيله لابسه لي كوتش اخضر. صباح الخير يا كبير. ازيك يا ياس؟ ازيك يا جابر؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. وانا شفاف ولا ايدي وسخه ولا ايه؟ ماشي. عامل ايه يا؟ الحمد لله يا جابر. مراتك عامله ايه؟ الحمد. انا مش متجوز يا جابر. عيالك عاملين ايه؟ ايوه انا ما اتجوزتش عشان اخلف. اولادك عاملين ايه؟ ما هو انا ما اتجوزتش عشان ده كله يا اسطى. انت متجوز؟ كويسين الحمد لله يا جابر. الحمد لله يا اخويا. يلا يا حبيبي استغفر الله. انت مجنونه ولا ايه؟ انت فاكراني ابوس ايدك؟ ده انا بشوف الساعه كام. انا قلبي جاحد، قلبي ميت ما يهمنيش. ايه؟ شفت يا جابر؟ بتعيطي ليه؟ يرضيك ابوك من الصبح عمال يقول عليا ان انا وشي نحس وينزل فيا ضرب. طب ما تضربيه. يضربك اضربيه، اديله بالقلم على قفاه. ايه ده؟ اضربه ازاي يا حبيبي؟ ده اقوى مني ما اقدرش. امال ايه يعني؟ يا حبيبي ابوك عايز يموتني وانا عايزه اعيش. عايز ايه؟ عايزه اعيش. هتقولها سميره سعيد. امكم عايزه اعيش. هوا 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 يا ماما. حبيبي انت لازم تجيب لي حقي من بابا. حقك هيجي بجد؟ ما بقاش راجل لو حقك ما جاش. تسلم لي يا جابر، ربنا يخليك. خدي رؤى وخشي جوه. تعالي يا رؤى. يلا. ايه بقى ان شاء الله اللي انا سامعه؟ ازيك اخويا يا كبير. الكلام اللي بيحصل ده ما ينفعش نسكت عليه ابدا. أوه. الراجل اللي جوه ده زودها على الاخر، بيضربنا وما بيديناش. ايه ده؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ الحق شبه ناديه لطفي في السنه الرجال. ايوه الفيلم ده بتاع البريمه. مش شبه ناديه لطفي يا اخويا، شبه سعاد حسني. ايه يا ناديه؟ انت كمان بتتكلمي يا ناديه؟ جايبه لنا الفضيحه وسط البيت. حتى الواد الخدام داخل يقول لك يا ناديه لابس لي ايه؟ الله يلعنك. المهم الراجل اللي جوه ده زودها على الاخر، بيضرب امنا الضعيفه وبيضربنا احنا كمان، ولازم يتقتل. لا انا مركزي ما يسمحليش ان ابويا يتقتل. ما يتقتلش. هيتقتل. ما يتقتلش. هيتقتل. ما يتقتلش يا عم. انت وهو خلاص. انت عايز ايه؟ يتقتل. يبقى يتقتل. انت كبير وفاهم. صح صح. ما يتقتلش. يبقى ما يتقتلش. انت شعرك انعم من شعره وانت اللي كلامك يمشي. صح. برافو عليك. يتقتل. يبقى يتقتل كده. واحد يتقتل واحد ما يتقتلش. كده ناقصنا واحد ويحل المشكله دي. ما يتقتلش. انا قلت يتقتل. يبقى يتقتل. اما انا عامل فيها سلاح في النينجا ليه؟ بس في حاجه يا جماعه. ايه؟ احنا لو قتلناه ممكن يموت. ولكننا سمعنا حاجه. الرجل الضباب. خلاص؟ خلاص احنا اتنين بس. هو غبي النفس. انما ما يعدناش. اسمعوني بقى كويس. ماشي. ابونا هيتقتل. هيتقتل ازاي بقى يا كبير؟ انا جبت امبارح مسدس ست طلقات. اه. هنقتله بالمسدس. انا مركزي ما يسمحليش ان ابويا يموت بالمسدس. الله ينعل ابو مركزك يا اخي. انت مركزك ايه يعني؟ ابويا انا ما يتقتلش بمسدس. بالمسدس. ابويا يتغذي بالسكينه غزيز. أنا قلت بالمسدس. أنا أبويا يموت بالسكينة. بالمسدس. بالسكينة. بس! انت عايز ايه يا عم؟ بالمسدس. صح. يبقى بالمسدس. وانت كده عايز بالسكينه. يبقى بالسكينه. كده واحد بالمسدس. كده واحد مسدس وواحد سكينه. تحب تطلب حاجه تانية مع الاوردر؟ اتنين فول وواحد طعميه. اتنين فول وواحد طعميه. واحد بابا غنبوك. معلش عشان الشنب مش عارف اتكلم. غنجوك. ومفيش كله تاني نلزق بيها. تمام. اتفضل. انا ابويا يموت بالسكينه. بالمسدس. يبقى بالمسدس. امال ليه عامل هاني شاكر من الصبح؟ ما تتنايل وتسكت. في حاجه إيه؟ يا كبير احنا لو ضربناه بالمسدس ممكن يخر دم. ها؟ ولكننا سمعنا حاجه.
انا بتعامل ان احنا اتنين اصلا عادي. ده تيشرت. اوكي اوكي هنموته بالمسدس، بس ايه الخطه بقى اللي هنقتله بيها؟ اسمعوني بقى كويس. ايه؟ انا همسك المسدس اوجهه على دماغه، وانت هتمسك بابا من ورا، وانت هتقف لدرج على الباب عشان لو حد جه. انا موافق على الخطه بس عندي اعتراض واحد. ايه؟ انا ما امسكش ابويا من ظهره. امال مين اللي هيقتله معايا؟ مين اللي هيقتله معانا؟ انا اللي هاجي معاك يا اخويا. انت يا رؤى دي بتعرفي تمسكي بابا كويس؟ اعرف. خلي بالك بيفرك. ما تخافش يا اخويا. بيفرك وانت ضعيفه. انت ضعيفه. هتقدري؟ هقدر. هتقدر. ماشي. يبقى رؤى اللي هتخش معايا. خليك انت كده يا ندم. يا جبان يلا. ده لحد امتى هتفضل ماشي ورا ابو رجل مسلوخه ده؟ مش همشي وراه. انت ليه يا ابني ما جتش معانا نعمل ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه يا ست ناديه؟ مكسوفه. ايه القرف ده؟ انت لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ مره تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومره تقف على الباب وهو داخل يستحمى. انت لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ مره تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومره تقف على الباب وهو داخل يستحمى. انت لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ مرة تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومرة تقف على الباب وهو داخل يستحمى. لا يا باشا بقى. خلاص أنا. يا نهار أبيض، بيض على موز. أنا أكلمك من هنا. تمام؟ هتسمعني مش مهم أنت، المهم هم يسمعوني. انت لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ مره تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومره تقف على الباب وهو داخل يستحمى. انت لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ مره تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومره تقف على الباب وهو داخل يستحمى. انت لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ هي هتبقى مسرحيه لحد امتى؟ مره تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومره تقف على الباب وهو داخل يستحمى. ما انت يا تبلع يا نغور في داهيه. والله لحد امتى هتفضل تقف على الباب؟ مره تقف على الباب وهو داخل يقتل، ومره أقول لك إيه؟ أنت لحد إمتى هتفضل تقف له على الباب؟ مرة أنا زهقت والله. والله زهقت. أنوع فيها؟ أنت لحد إمتى هتفضل تقف له على الباب؟ مرة تقف له على الباب وهو داخل يقتل، ومرة تقف له على الباب وهو داخل يستحمى. آه يا بلد عايزة ولد. خلاص بقى أنا مش هقف على الباب تاني. يلا. خليك انت كده يا ناديه. يا نهار ابيض هيقتل ابويا. يا نهار ابيض ربنا يقتلها يا رب. ابويا قتل ابويا. قتلت ابويا يا جابر. ابوك قتل رؤى. قلت لها بيفرك ما صدقتنيش. قلت لها انت ضعيفه. انت ضعيفه. قتلها. يب الله يخرب بيتك. انت اللي قتلتها. قتلتها ازاي؟ انا كنت هنا وانت كنت جوه. قتلتها بجبنك. يعني طلعت جبني وقمت ضاربها بالجبن الموتها.
ولا جبت حته جبن فيتا وقمت حادفها بالجبن في وشها ولا كانت شوبتي بالجبن والزيتون قام الجبن والزيتون واقف في زورها ماتت ولا اول مره اشوف واحد يموت بالجبن ده هزري هزري يا ناديه هزري انا هاخد ايه من واحد عامل ناديه هاخد منه ايه ما انت عامل نجاح الموجي ومش عايز اتكلم يعني ايه ماتت بالجبن يعني ايه انت اللي قتلتها انت عبيط يا جابر ايه انت سايبني مرميه جوه واقف تهزر هي مش دي اللي ماتت بجبن من شويه تلاقي الجبن ما جاش فيها عدى من فوقيها ولا عدى من فوقيها ايه اللي جابك انا مش قلت لك اعملي ميته عشان اعذب الواد ده اهو اللي حصل اللي حصل عباس اتكسر يا اخي خش جوه خش مع كلامي بعد كده عشان ما طلقكيش بالحسر على كده ملاش الجبن بقى بالطماطم والخر الطماطم والخر لا والنبي عم عطريش وحط امك عم عطريش عشان تهدم عشان تهدم عشان تهدم وبعدين بقى في البيت الغريب ده وبعدين يا عم ما انت اللي بوظت الدنيا انت المفروض كنت داخل تقتله انا توهت ما هي الخطه باظت انا كنت عامل خطه مهمه وباظت الخطه باظت بسببك انت اسمعوني في خطه تانيه جامده حاططها في دماغي ايه هي خطه عالميه احنا هنجيب 19 سندوتش ونحط في واحد فيهم سم وندخله لابوكو واحنا ونصيبنا طب وليه 19 سندوتش ما نحط في واحد سم وابويا يبلعه ويغور في داهيه واضحه باينه قوي ان احنا داخلين لسمه مدخلين له سندوتش واحد انما 19 هيتزاول مش هيعرف فين السم فين هياكل واحنا ونصيبنا طب افرض ما اكلش اللي فيه السم هنكتب عليه هنا يوجد السم يا ابي هنا يوجد السم يا ابي يا ابي بتسم وانت حنين حتى هي دي الخطه اللي انا قلت عليها وهي اللي هتتعمل في حاجه يا جماعه هتتعمل في حاجه ايوه احنا لو ادينا له سم ممكن يموت اه خدت لي بالك انت انا معاه فهمني انت احنا اتنين بس اصلا اه ده تيشرت تمام ماشي هيتقتل بالخطه اللي انا قلت عليها انا موافق ويلا بينا يلا ننفذ يلا ننفذ الخطه يا ولاد ايه بابا مات ابويا مات نهار اسود ازاي انت زعلان على ابوك اللي مات انا زعلان على الخطه اللي باظت ده انا كنت حاطط خطه عالميه معلش في ايه مش مهم الخطه المهم ان ابونا مات صح وجت من عند ربنا بدل ما كان حد فينا قتله ويلبسها هو الحمد لله انه مات هو ده اللي احنا كنا عايزينه عشان ده راجل ظالم اساسا ايوه انا بقى دلوقتي عايز الفرحه تملى الشارع والحاره كلها مش عايز واحد في الشارع ما يفرحش بموت الظالم ده خلاص يلا نستعد للافراح يلا بينا يلا بينا اقراوا الدبون ايه اقراها يا ابن القرعه اول ما مات خدت تليفوني على طول هكلم سهير مراد توفيق اخوه اقول لها الخبر ايوه يا سهير انتوا فين قربتوا طب بقول لك ايه قول لتوفيق اخوه شحاته مات ايوه يا ستي زي ما بقول لك شحاته مات بتحكي في ايه يا ستي مش شحاته مش حسن شحاته بتكلم على شحاته جوزي ده
ما انا عارفه انت جايه نكدت عليا اصلا. لا لا ما تنكدش، الحمد لله انه مات. يا لهوي الراجل البخيل ده، اول مره في حياتي اشوف واحد بياخد غطر عربيات ويعمله بوكسرات، مش طبيعي. الحمد لله. ايه ده؟ الحمد لله. هتعملي العزا فين؟ بصي بفكر اعمل حاجه على الضيق انا واصحابي كده، يعني مش اقل من اوتيل على النيل. لا مصاريف. لا مصاريف ايه؟ لازم الناس تفرح في اليوم ده. انا كده لازم اروح الكوافير. ليه؟ دي ليله في العمر، انا هيموت لي جوز كل يوم ولا ايه؟ صح انت صح عندك حق. ايوه بس انا زعلانه. ليه بس؟ ابني الجابر اتجوز من غير ما تقولي لي؟ يا ستي دي كانت جوازه بسرعه كده، ده اتجوز حته بنت ناس ومقدمه جدا اسمها رؤى. رؤى؟ اه فين؟ ثانيه ناديها لك. يا رؤى يا رؤى. نعم يا حماتي. تعالي يا حبيبتي سلمي على طن. ازيك يا طنط عامله ايه؟ هي دي رؤى؟ اه دمها بياعت مخدرات. ايه البنت دي حاطه صورتها على الفيس وكاتب عليها للشباب الجادين فقط. انت مجنونه يا وليه؟ انت ازاي بتكلميني كده؟ ايه يا بنت انت مش عارفاني؟ لا مش واخده بالي. ايه لا النضاره. مين خالتي؟ نزلي النضاره. مين جوز خالتي؟ حبيبتي. انت حبيبتي عامله ايه؟ اتجوزتي من غير ما تقولي لنا؟ والله جاب بسرعه ما تزعليش مني. وايه الهلهله اللي انت لابساها دي؟ ده كلام؟ عدي عليا خدي كام بنطلون فيصون. ايه الفيصون ده؟ في السكراكش ده. بصي هتلاقي واسعين عليكي، يوم تلبسيه بنطلون والتاني تلبسيه سالوبيت. ماشي خلاص. ماشي يا خالتي. يلا حبيبتي. ماشي بعد اذنك يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. امال فين توفيق؟ توفيق بيركن العربيه من كتر الفرحه كان هتقلب بينا مرتين. ايه رايك؟ لا لا بعد الشر. ولا اقول لك عقبالك انت كمان. يا رب يا اختي يا رب. بقول لك ايه يا سهير، انا بفكر اسافر كده بعد العزاء، هخش اوضب حاجتي عقبال ما توفيق ما يجي. ماشي تمام يا حبيبتي. يا توفيق الخبر اكيد. انا قلت لك مش هخلف لك عيل لما تبقى راجل يعتمد عليه. ما انا راجل يعتمد عليه. لا طب نزلي لي واحد بس. هو انا في بطني كام عيل يا توفيق؟ لا العدد في الليمون بقى، انا ما اعرفش، ده رزق بتاع ربنا ما اقدرش اتكلم فيه. انت عايز العيل تعمل بيه يا توفيق؟ انا عايز عيل كده واحد اربطه بسلسله وامشي بيه في الشارع، اقعد اخوف العيال على الناصيه كده. ايه يا زميلي ورقبته تتجرح كده واقعد اخوف العيال. ما تولع في ديله بالمره. تصدقي فكره؟ ايه احنا بنولع في سلك المواعين ونقعد نعمل كده؟ كده انت راجل يعتمد عليه؟ اه والله. بذمتك؟ ده ضنايا. ضنك؟ ايوه. ايه؟ ايه؟ ايه ده في ايه؟ يا توفيق. انا؟ يا تيب. ايه يا بنت في ايه؟ ايه؟ ايه البنت الرخمه دي؟ توفيق فكك من الموضوع ده، مفيش الكلام ده خلاص. المهم دلوقتي اخوك مات. يس يس. انت بتوقفي حمار. اللي يس توفيق مش دي علامه اليس؟ اه. امال دي ايه؟ ودي يعني البيس. ودي ايه؟ ودي يعني اللب. ودي يعني جيزه هرم اخر شارع مطريه مطريه. ايه يعني مكنسه؟ ايه كبه؟ ايه فين فين في ماشي من كلمتين. ايوه اول البحث عن ورك نملة في قاع المحيط الأطلنطي. ايه ده؟ ايوه ما انتوا بتقولوا على طول حاجات صعبة كده. توفيق يا بتوع الفن انتوا. توفيق ايه؟ بطل تحريك. مش بهزر انا بتكلم. لا هبطل تحريك. انا بقول لك بطل تحريك. ما انا ما بهزرش. يلا يا توفيق. ايه يا بنتي في ايه؟ ايه ده؟ يا توفيق افهم يا حبيبي، اخوك مات خلاص، يعني الورث بتاعك هيرجع لك. ايه ده بجد؟ ايوه يعني هنبقى اغنية. اه هي يا ايه؟ مفيش مرة اركب الكندور دي وانزل منها سليم ابدا، وكل مرة اقول افطر كويس واخد برشام الدوخة وراس الصراصير وكل. وبعدين 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 مش هسيبك لما تقول لي انا احسن ست في الدنيا. ما اقدرش اخون مبادئي. ايوه هي بقت كده. ايوه هي كده. طب اتفضل يا بيه اقعد يا بيه. اتفضلي اقعدي. وانا هخاف ولا ايه؟ احنا رجاله قوي والله. اه والله. اقعد يا اخوي اهو. اخيرا سانال الشهاده. خلاص كل مره تخليني احس ان انا هستشهد.
الصوت هو الاتوبيس ده هيطلع امتى بقى؟ انا عايز الفرحه تملى الشارع كله، مش عايز حد في الشارع ما يفرحش بموت الراجل ده. اه يا جدعان، هو بيموت كل يوم ولا ايه؟ على رايك، وما حدش هيحيي الليله دي مظبوط الا ناديه. هي اللي تقدر تحييها. مش كنت تلبسي بدله حمراء كده يا ناديه وتيجي تفرحي الشباب كده بترتر يا نونو؟ ايوه، يلا خش. يلا يلا خشي فرحي الدنيا. عايزين الناس كلها تفرح لموت ابويا، مش هيموت كل يوم اصله. يلا يلا. مبروك 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 على موتك يا ابويا. مبروك 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 على موتك يا اخويا. يا رب كتر احزاننا، يا رب كتر احزاننا، وعلى قد دنيتنا ادينا. ارجع عمنا العبيط ارجع، وانت بتضحك على ايه انت كمان؟ انت عامل صفاء ابو الصعود. انت ايه بيبي، بتشجع في ماتش سله؟ مرحبا مرحبا فريق المجد. هيا يا ماجد، هيا يا ماجد، اتفضل. ارجع يا بسام، ارجع ورا حبيبي. بسم الله ما شاء الله، العيله كلها تخلف. بسم الله ما شاء الله. انا عايز الشارع كله. ايه يا جدعان في ايه؟ ده التسقيفه سهله، انا مش جايب بتاعت عمرو دياب في ليل نهاري ومصعبها. صح. ده الثلاثيه في ايه يا مصريين؟ انا جايب السهله الثلاثيه، نعملها مع بعض بقى. يلا يلا، نار جهنم فوق دماغ انتوا مش حاسين. والله ما طايق وشنب وكله، يعني هطلع من هنا مدمن. فالسقفه الحلوه بقى عشان ما تخلص، احنا واقفين محروقين معاك على المطرح. ما انت مش هتحس باللي انا فيه عشان انت بلاطه. لا، التكييف مقفول حاسس. يلا يلا الحلو، عايز الشارع كله. يلا الشارع كله. يلا تسقيفه. هي 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 تسقيفه. يلا هي 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 هي. انت بتقرص ليه يا حبيبي؟ بتقرص ليه؟ بتضيع مجهود الناس ليه؟ يعني بتوع، يعني انا صابر وناديه وساكت، تيجي في الاخر هرش. ترى ايه يالا، انا مش واقف ولا ايه؟ وانت بتهرش ليه في دماغك؟ ليه يعني بتهرش؟ جبت لنا الكلام ومن مين؟ من واحده. الناس ايه وانت انت السبب. يلا يلا ناديه ناديه، بس تضحك. يلا يلا يلا. ها يلا، بلاش هرش عشان مجهود الناس بيضيع. تمام. يلا يلا. نسيت ولا انت ايه؟ تجالك صداع فجأة. يلا تسقيفة. هي 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 تسقيفة. يلا هي 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 هي. انت بتقرص ليه شورتك يا حبيبي؟ بس انت الارض بس جاي. ايه ده، ما تتجننش، ده قريب. انت اي حد تغلط فيه؟ العصير جالك يا سيد؟ تمام. عصير، عصير الجواف. عايز جواف؟ انا
اشربوا بس. يلا يا ابني كمل، انا عايز الناس كلها تفهم. يلا يا عايز الناس، يلا يا جماعه فيها مصريين. يلا يا واحده حلوه بقى ثلاثيه وبلاش هرش. مش في هرش في ايه؟ خلاص يا ابني انت في، انت كنت جربان قبل كده ولا ايه؟ مالكش دعوه بالناس. رشين حاجه ولا ده عمال يقبو ده كل دماغه. والله يا ابني مش عارف. يا ابني يا ابني الشنب هيفك. يلا طيب واحده حلوه مجهود الناس بيه. كبرت سنينك. يلا طيب. يلا يلا طيب ماشي. تسقيفه. تسقيفه يلا. الناس الحلوه، الناس الحلوه دي كلها بقى. هجيب لكم غسالات وتلاجات. تكلكم معايا بقى في فرح، في طهور، في اي حاجه. اساميكم بقى في ورقه للراجل الطيب اللي ورا ده. تمام؟ ما تبقوش حاملين الفلوس. احنا واقفين في الشارع يا ابني ولا ايه؟ في في ما تحترم نفسك. ما خلاص الفرح خلص. خلص خلاص. واقفين في الشارع. الناس بيوجبوا معانا فيه. الله اسمعوني بقى كويس. ماشي. اللي جاي ده كلام مهم لازم تسمعه. ماشي. الراجل ابوك الحمد لله اتكل على الله. مش دي المهم. في ورقة مهمة جدا مستخبية في البيت هنا، مكتوب فيها حجة البيت والفلوس بتاعت ابوك الملايين طبعا. ايوه الحاجات دي كلها. ها مكتوبة كلها في مكان، في دي سرداب، في سرداب سحري. ايه دي سرداب ده؟ زي ديسمبر كده يا ابني. يا ابني ايه؟ قصدي سرداب. عليا الطلاق الجملة اللي فاتت دي ما حد فهم منها حاجة. في ورقة مهمة. ايوه. مكتوب فيها مكان الفلوس فين. ايوه. الحجة. حلو كده؟ حلوة دي. دوروا لي على الورقة دي. انا عايز. يلا الورقة. يلا يلا. دوروا. دي سرداب. كله يدور. اصل مش عارف ايه. انا مش هدور عشان انا تنك. انا مش هدور عشان انا تنك. وقلب ميت ما يهمنيش. يا جابر. ايوه. لقيت الكوتشي بتاعي وانا عندي 3 سنين. ايه يا ابني اللي انت جاي؟ كان حلو، كان ابوك نصب عليا فيه. انا اعمل بيه ايه؟ ده انا عايز الورق. خلاص يعني اخده؟ مش مهم خده. ماشي خلاص هندور على الورق. الورقه مهمه. بقول لك ايه يا جابر؟ أيوه. انا لقيت دي جوه بس خايف البسها ما بقاش ناديه، ابقى شاديه. انت كل شويه هتجيلي باروكه. اتنيلي امشي هاتيلي الورق. اتنيلي؟ يا جابر يا جابر الحق، ابوك طلع قطز. يا دي النيله عليا وعلى سنيني السودا. كل واحد داخل لي يدور لي على لعبه ويجيبها لي، وسايبين الورقه المهمه اللي هتخلينا حاجه تانيه. الورقه ايه يا جابر؟ فاكر الحجاب اللي بابا كان لابسه من 20 سنه؟ يعني ابوكي لابس حجاب وانت دخلنا بشعرك كده؟ الراجل لابس حجاب والست دخلنا كده. مالكش دعوة. ايه ده؟ يعني انت اللي عاجبك لا شعري ولا شعرها؟ يعني شعرك انت اللي حلو يا كنافة؟ استنى اما اشوف هي دي الورقة ولا لا. يلا شوف. ايوه دي هي دي فعلا الورقة اللي انا فضلت طول عمري مستنيها يا عيال. ايوه الورقة اللي مكتوب فيها المكان اللي فيه الفلوس وفيه الملايين وحجة البيت. احمدك يا حبيبي. المهم ما تخافوش، المكان موجود ما تقطعش. ايوه الحمد لله. احنا هنبقى حاجه ثانيه يا عيال، هنبقى على وش الدنيا. انا عايزكم كلكم دلوقتي في نفس واحد تقولوا ايه؟ فلوس. فلوس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تفكرش. عايزين يقتلوني بس انا ما اديت لهمش الفرصه. ما اديت لهمش الفرصه. ما انت فاكر ايه؟ انا مولت نفسي
جبت لنفسي هارت اتاك واتكلت على الله. بس انا هعملهم ايه؟ انا مش عايز اهنيهم على ولا مليم، زي ما هنيتهمش وانا عايش هعذبهم وانا ميت. بس اعمل لهم ايه؟ انا لسه عفريت جديد مش عارف اعمل ايه، محتاج عفريت قديم يدربني. الاقيه فين ده؟ الاقيه فين؟ انا موجود. ازيك يا شبح؟ يا شقيف ايه؟ طبعا بالشكل ده اكيد عفريت. طبعا. وشكل الاسود ده يبقى اكيد دخلت النار ولا ايه؟ انا عفريت شرير. عايز ايه؟ شرير. ايوه انا لسه عفريت حالا. ايه اللي حصل؟ بعد اذنك اعمل ايه لولادي؟ ولادي كانوا عايزين يقتلوني. نفس اللي عملوه عيالي معايا بالظبط. ايه ده، عيالك كانوا عايزين يقتلوك؟ ايوه. وانت ميت بقالك قد ايه؟ انا بقالي 20 ييرز. 20 ايه؟ 20 قلت اجو 20 ايه؟ انت مت في كورس انجليزي ولا ايه؟ 20 يرز ايه؟ بقالي كتير يعني. بقالك 20 سنة؟ ايوه. طيب ده انت قديم تعرف كل الحركات. طب قول لي اقدر اعمل معاهم ايه؟ خلاص هنعمل معاهم زي ما انا عملت مع عيالي. عملت ايه؟ حطيت لهم بانجو في الشقة وكلمت الشرطة. لا 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 لا، انا مش عايز احبس عيالي، انا عايز ارعبهم اقلقهم لكن ما احبسهمش. خلاص يبقى نقرص ودانهم. ايوه بس قرصه جامده، يعني طير لهم البتاع اللي هنا دي مثلا الصغيره دي. ايوه دي رخمه والله بكرهها. المهم تبقى قرصه جامده. خلاص ماشي. ها اعمل ايه بقى؟ اول درس في العفرطه. ايه اول درس؟ اجر عجله واخش في الحيطه ولا ايه؟ تعال انا اقول لك اول درس في العفرطه. قول لي دلوقتي مرات بنتك هتخش من هنا. مرات بنتي؟ يعني يا رب الدنيا مليانه عفاريت، انقي اهبل واحد. مرات ابني تقصد؟ مرات ابني. انا مركز في البتاع دي. مرات ابني هتدخل من هنا وانت عرفت ازاي؟ ما انا عفريت. ايوه صح. اهي بص الناحيه دي، هي فعلا دخلت من هنا. شفت اعمل ايه؟ هي مش شايفانا دلوقتي عشان احنا عفاريت. ايوه ايوه. روح عدها دلوقتي وقول فونكورولو مالتو. فونكورولو مالتو. ايوه شايف دي ولا حاجه؟ احنا عفاريت ما عندناش رقابه. فونكورولو مالتو. ايوه حاضر. فونكورولو مالتو. ايه ده؟ الفستان الاخضر اللي كانت لابساه اتحول بقى احمر. ايوه كل ده من فكرورو مالتو. ايوه امال لو قلت مالتو مالتو بقى قول. اقول لا يا لا لا، دي برضه مرات ابني يعني. ايوه بس امشي بالشارع بقى طول ما انا ماشي فكرورو مالتو مالتو مالتو. ده حلوه قوي العفرطه دي. اوعى تعمل كده وما تاخدنيش. عيب يا شبح. ايوه ده انت اللي معلمهاني. ماشي ماشي. طب عايزك بقى ترعب العيال، تخوفهم طول الوقت، تقلقهم، وعلمني اعمل كده ازاي. خلاص ماشي ما ماشي تقلقش. انا كنت داخل هنا وعمال اطير معرفش طرت ازاي. بعمل ايه؟ قول فنكرورو تورو. تورو دي عاديه صح؟ عاديه والله. لو قلت تورو هطور. طور. كرورو تورو. ايوه انا هجنن كل الناس اللي في الشقه بس ربنا يستر. بيت مجانين وعالم مجانين. الراجل لسه ميت ودول عمالين يهزروا وتسقيفه ومش تسقيفه، يعني مفيش اي حاجه حرمه للراجل اللي يخرب بيت ابوكي. انت اللي حرمتك من هنا؟ اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه اتحركت. اثبت مكانك. مين؟ انا عفريت. اعوذ بالله انصرف. عايز ايه؟ اخرس. انت رحت فين؟ اخرس يلا.
عايز مني ايه؟ كنت فين امبارح من 5 لـ6؟ وانت عفريت ولا مباحث؟ اخرس واعترف. رد بسرعه قبل ما اموت. انت عايز مني ايه؟ طب ايه، انا مش شايفك، لو شفتك هتكلم معاك. ما تقدرش تشوفني او تقفشني لان معايا سكوتر. ايه العفريت الاهبل دي؟ انا نفسي اعرف انت بتغيب ليه وهم بيضحكوا. اخرس. عايز ايه؟ طب انت وصف لي شكلك. طيب انا عفريت ضخم جدا مع اني حاسس بهوا عند ركبتي. بقول لك عفريت طويل قوي قوي قوي. يعني اطول مني؟ ده انت قد ركبي. طب انت عايز مني ايه؟ عايز اكل ودانك. لا اعوذ بالله اعوذ بالله. أو أو. ايه؟ انا هجننكم. شفت بقى الورقه وهي طايره؟ الورقه طارت حته طراد يا ناديه فظيعه. فجاه هوب طارت. بس عجبتني الورقه فعلا. طارت اتبسطت انا، عجبتني كده، طلعت عجبتني بصراحه. والله ده اعجاز علمي. طارت ترى اصلا تعجب اي حد، لازم تعجبك. اصل يعني ايه ورقه تطير؟ عجبتني، انت فاهم؟ لما ورقه تطير تعجبك. عجبتك تضرب اخوك ايه؟ العيله اتفككت ولا ايه؟ انا ضربتك قد ولا جيت جنبك؟ عشان انا سكت وناديه وتدوني على قفايا في ايه؟ انا ما ضربتكش. ما ضربتنيش ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. ده انتوا إيه؟ عيله قذره. عيله اتجننت ولا ايه؟ بقول لك الورقه طارت. انت بتتف عليا؟ ما انت اللي ضربتني الاول فلازم انا اتف عليك واخد حقي. في ايه انت عشان كنت بضاوي مزايا بقى تفتكر ان انت استخنت نفسك عليا؟ لا مش عشان شعري ناعم ابقى مش صايع. هات اخرك. هكلم لك صاحب الكشك نفسه. فرجني. فاكرني بقى ايه؟ ببدله. الموبايل راح للكشك. انت مشترك في فودافون على الطاير؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ عصري! كلاب! حب جامد! حب جامد! ايه هيحصل لما واحدة تغز واحد؟ النبي ما هيحصل حاجة عادي يعني. يا بنت يا جامدة! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! مين؟ أنا عفريت! عايز مني ايه؟ وانا اغتصبك؟ كلكم حمد الوزير. انا عفريت طيب زي كريم ومختار. بجد؟ ايوه. طب عايز ايه؟ ما فكرتيش يا بنت تبيعي نفسك؟ فين؟ في جامعه الدول. بعيده قوي. ساكنه فين؟ في جامعه الدول. تعبيط يا بنت. لا ما تزعليش. هو السندوتش بيخلص بسرعة ليه؟ يمكن ما سميتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اهو. عالطاير يا حبيبتي. ايه ده؟ ده سندوتش ايه ده؟ يا توفيق ايه؟ يا لهوي السيجاره. السيجاره من حلاوتها بتشرب نفسيها يا ولية. لهوي. انا لففها لفه. لففها بايه؟ بمكنه ورق العنب بتاعتي. يا توفيق السيجاره في الهوا. مش دي المشكله. المشكله ان انا معيش ورقه ولا كبريت تاني، اعمل ايه؟ يا طب استني هولع منها. ده سجارة دي ولا نبوت بلدي ده؟ متشكر يا حبيبتي، ربنا يخليك. شكر. روحي بدري بقى عشان ماما كليوباترا ما تقلقش عليك. سلمي على طنط بيرت. توفيق انت بتكلم السجارة اللي في الهواء. على فكرة في عفريت. ايه؟ المواضيع دي لازم نتعامل معها بحذر. ازاي؟ ازاي بقى اقول؟ اتني ركبك؟ اه
بالراحة خالص. امشي بالراحة. وانا تانية ركبي. وانت تانية ركبك. انا عارف انه مأساة بالنسبة لك. بس ما نموتش. ماشي. ما يقتلناش عفريت. بالراحة بالراحة. انت بتمشي بسرعة. ومصحف ما اتحركت. بالراحة بالراحة عشان لو شافنا بنتحرك مش هيرحمنا. انا هروح اجيب لك جهاز. طب اقول ايه يا رب؟ مين الحمار اللي بعده؟ انا الحمار اللي بعده. اتفضلي يا حبيبتي. جابر. ايوه. انت عارف ان النهارده الفالنتاين؟ عارف. جبت لي هديه؟ جايه في الطريق. لا يا جابر ما تهزرش. يلا يلا. هي دي الهديه؟ ياما نفسي من زمان. يخرب بيت وشك. كتكنيلة وشك من بعيد مش زي من قريب. من بعيد حاجة ومن قريب مكت. كتكنيلة احلقي دقنك قبل ما تخش. جيالي دقنك كلها منبتة. كتكنيلة وشك منتن. هو انا جيت جنبك يا جابر انت مجنون؟ ما تبوسكيش ابدا بعد كده. انا اللي غلطان. انت مجنون يا جابر؟ يخرب بيت سنينك. انا ما بحبش الحركة دي. ما تبوسنيش ثاني. ما تبقيش بنت سهلة كده. بتبوسنيها؟ أنا بعرف. أنا بعرف يا ابني. أنا يا بنتي. أنا بعرف يا بنتي. يا ابني هتبصني ببقي. يا ابني أنا ما جيتش جنبك. أنا مش عارف أقول له عشان مش شايفه. ما تبقيش خبيث. ليه يا جابر؟ ما تبوسنيش بعد إذنك عشان بعرف. ما بحبش. ليه يا جابر بس؟ عشان ما لطش لكيش. انت عايزه ايه بالظبط؟ الله، هو النهارده الفالنتاين ولا الدخله؟ انت بتشلحيني ليه؟ يا جابر انت متخلف. بقول لك ما جيتش جنبك ليه؟ مين اللي شلحني؟ ما اعرفش بقى يا اخويا. تقريبا كده في عفريت في البيت الاسود ده. عفريت يا لمشي. الواحد ما يقعدش مع حبيبته شويه الا لما يجي له عفريت. ايه ده؟ العبايه رايحه مشوار. رايحه فين؟ طب قولي لي. هسيبك. ولا يا جابر يا جابر. ايه؟ ارحم. ايوه. ساعدني بالله عليا. عايز ايه؟ الفيلا. مالها؟ طلع فيها عفاريت. ما هو العبايه واقفه لوحديها. ايه ده؟ ايوه. العبايه طايره يالا. ما انا عارف. هي عبايه سوبرمان. يا مش عارف. اكل فيها عفاريت. حلوه قوي. ايوه. ممكن اقيسها يا جابر؟ تقيسها. قيسها. الله الله. العباية اصطادتني. انا مش عارف اعمل ايه. انا عايز دلوقتي دجال يجي يطلع لي العفريت. العباية بتصطاد. خد بالك عشان عايز الورقة مهمة جدا. ايوه ايوه انا جبت دجال. يا دجال بسرعة بسرعة. يلا تعالى وحدوه. تساعدني عشان اعمل الشو بتاعي؟ طب هتطلع العفريت؟ ممكن تساعدني عشان ما اطلع ايه انا؟ ماشي انا هساعدك بس تطلع لي العفريت والنبي. لو سمحت والنبي. عشان في ورقه مهمه خدها. وعبايه. مش مهم العبايه. العبايه انا مسامح. ماشي خلاص. ما انا عايز انا الورقه. في طلبات تانية؟ وعبايه. هو ما مش عايز العبايه. اتفضل. انا بيبقى شكلك امور وانت مهم بس عايز الورقه. طلع ايه مش عفريت اللي عايز يجيب لك عبايه وفي السعوديه؟ خش على الشو. معلش. خش على الشوق. يلا بينا. يلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تكبر وتبقى أهدانا يا ربنا. هو النهارده السبوع بتاع العفريت؟ كنت قلت لنا كنا جبنا مغات ولا فشار واحنا جايين؟ جاي يقول لي يا ربنا تكبر. لا لو سمحت كمل الشوق. انا مش فاهمك. شوق ايه؟ جابر يخرب بيت سنينك. اتفضل كمل. وتقيد الشمعة زينا يا ربنا. الله يا رب. الله الله بالله.
تديني ده دجال؟ انت شغال غلط ولا شغال صح؟ انا مش شايف حاجه دلوقتي. انا ما انت بتكذب كتير. اهدى يا ابويا، اهدى يا ابويا، سيبوني عشان انا لازم اوصل للحظه اللي هلقط فيها العفريت. التجلي دي اللي هلقط فيها العفريت. ماشي. طب بعد اذنك. نعم. انت شغال صح؟ اه اه. ايه؟ اه مش عارف ايه. مش هقول لكم حاجه دلوقتي. ليه؟ مش هقول لكم حاجه دلوقتي غير ما اقفش الموضوع. طب اقفشوا. اقفش الموضوع. ما احنا واقفين. اقفش يلا. اللي خايف يبعد. اللي اوعى، احنا بنترعب. اللي خايف اللي بيخاف يبعد. طب بص، انا بخاف. طب بص بص، انت رافع لو انا مدرسه. انا ابلة يا ابلة. انا خايف نص نص يعني. اقف موارب. ماشي اهو. ماشي. انا هتفرج وانا كده. مش هتأذي؟ لا مش هتتأذي طول ما انت بتسمع كلامي. ماشي. خايف ابعد. ماشي. انا خايف. انا خايف ومعيش جلابيه غير دي. لا حافظ عليها. حافظ على الجلابيه. انا ماشي. صدقني. ايوه خلاص. من بين الناس حبيتك واخترتك ليا 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 انا ليا ليا. صدقني مش حافظ حاجه الالغام. انت جاي تطلع عفريت ولا جاي تطلع عفريت من البيت ده ولا من بيتنا احنا؟ يا عم ارحمني. انت شغال غلط. هيجاب هاني دلوقتي. طيب قول. معلش يا شيخنا معلش. انا اهو. انا اهو اهو اهو. بيقول لك صدقني. بعترف قدام عينيك ادي ميله. النهارده انا عمري ليك زد احبك يا حبيبي وانسى روحي بين ايديك. قولوا ها. هو انت جاي ترتبط بالعفريت هنا يا باشا؟ تعال تعال وتعال تعال تعال يا عفريت تعال وتعال. شكرا. كنت تقول لنا، كنت تقول لنا كنا نقطع تذاكر عشان الحفل. اظهر. ايه قرب مني. ابعد. ايوه انت بتستحمى. تعالى تاخد دش. بس الفراهم البايظه. عفريت مش مركب تيل. ده ب 300 جنيه ابويا. ابو الدجاجيل. ده جاليو. ده جاليو. بس عشان جه. ماشي. انا عايز اقول لك يخرب بيت سنينك. شغال غلط والله. بولاتيلي. بولاتيلو. بولولولولو. بولوليلي. انت مين يا عم انت؟ وانا مين يا يا بابا؟ انت مين؟ يا عم ايه ده؟ ايه ده؟ بلاقي العفريت معايا. عفريت ايه؟ ما تتكلمش لا يزيد. ده مش عفريت، ده اسماعيل ياسين في الجيش. انتوا بتعملوا ده؟ ما انت قول له انت عايز ايه؟ انا عايز الورقه والعبايه. يا عم مش عايز العبايه. يا عم الله يلعن ابو العبايه. يا رب يبقى شكلك امور قوي والله. يا سيدي مين طالك هنا حاج كده؟ انا عايز الورقه واخد الفلوس اشتري. خلاص ماشي. جيب العبايه. العبايه حاضر. هتبقى انا مالكش دعوه. ده عفريت هيتنفس مني. هخطب. ما تغضبش. هخطب. بيقول لي هخطب. طب قول له على الورقه. اسكت. هيغضب. اغضبه في بيت الطاعه. هخطب. تعال. الغضب الساطع وقت. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هظهرك ليهم عشان يشوفوك. ماشي اظهر. اظهر. ميو. ايه زهر؟ اه ايه ده؟ زهر اهو. انت هتشتغلنا يالا؟ اه لازم تشوفه بنظاره 3D. خد. ايه ده؟ خوف. شايفه بس مش شايف الترجمه كويس. مش ترجمتي. هات هات. خلاص معلش. هات هات. ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
معلش بس الورقه يا عم. ورقه ايه؟ عايز ايه؟ الورقه المهمه، الورقه اللي ضاعت. وهنجيب لك الورقه. اصبر. والعبايه يا عم. مش عايز العبايه، مالكش دعوه. يلا بتبقى قمر يا 14. مش عايزها. ما انا مسامح، انا عايز الورقه. اقول له والعبايه. اقول ما تبقاش تنسى، لان انت بتخش مقفل ورات وبتنسى. ما تسيبني. مش باش متخلف. يخرب بيتك بس. بس دي لحظة نوبة عند العفريت. آه. هسأله شوية أسئلة وهنعرف ليه. اسأله. ما تستعجلش عشان نشوف شغلنا. والله ما مستعجل. بولولولي. بولالو. لامبولولو. شنكليلي. بندلالي. شنك. انت منين؟ من أنهي قبيلة؟ أنا من قبيلة بني دونكي. بني دونكي؟ مش هيفهموها هم. قول لي انت منين بالظبط، من انهي قبيله؟ بني حمير. انت من بني حمير؟ ايوه. لعلمك احلى عفاريت من بني حمير، اجمد عفاريت. يعني هيجيب الورق؟ هيجيب الورق يعني احنا نطمن. هو انت بتشتري كانتالوب يا ريس؟ هنطمن. وبعدين هيجيب الورق ومش هيجيب العبايه يا عم. والله انا عملت وجهي. مالكش دعوه بالعبايه، انا مسامح. انا عايزها. انت مالك؟ بس والله يا عم انجز يا عم. يا عم قول له على الورقه بقى. والعبايه اعرف هو ايه الاول، عشان ممكن يجيب لنا حاجه من حته ثانيه. طب اعرف. لا قول له بالتوحيد والنور. طب اعرف. اسمك ايه؟ اسمي شعيم. يا شعيم. يا عم يا عم الله ينعل ابو دي مسرحيه. ايه رايك اهو؟ ايه ده ظابط هندي. مين فيكم اشطر كتكوت اللي هيجري ويقول توت توت توت؟ استنى هجيبلك كتكوت. انا بسد يا بسد. الورقة. ابوس ايدك الورقة اللي انت جاي عشانها. والعباية. يا عم ناس. يا عم ناس. يا حلوة. والله اني مسح لك امور. ثاني. الورقة. يا ايها الجني العفريتي. ايوه. ايها الجني العفريتي اللعين. انت بتركن يا اسطى؟ بتركن. يا ابني مش بحضن عفريت. ما تصبر شوية. بحضن عفريت. ايه ده؟ وما انا عامل. طب كلمه هندي يمكن يبقى. نعم. هاتي ماني با. اوه دي كديدي. اوه مكلا علي. زي زي زي. انت شريرة. ايه انت شريرة. هاتي ماني كبري. هاتي ماني كبري. ورا. هاتي اترا. ورا. ونريد الاباء. الاباء. انا اريد الاباء. أنت تريد الأباء؟ أيوة. أنت ماذا تريد؟ وراء. والأباء والأباء. حسناً حسناً. الورقة بتاعت أبوهم فين يا شعيم؟ بأبوهم. يا راجل. أبوهم مات يا شعيم. ما أنا أقول لكم إيه الحكاية. إيه الحكاية؟ أبوكم. أبوكم. خبى منكم. خبى منكم. البولولا. باشا ممكن نسمع واحد؟ هنفهم والله. مش لازم نخوفكم. هو مش قادر يوصل احساس العفريت. احنا كده كده خايفين. انا ناسه قدامنا طايره في الجو. لازم نخاف. يلا اقول لهم الحجه فين. ابوكم. ابوكم. خبى الورقه. خبى الورقه. بلولين منكم. منكم. عشانه. صلي 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 النبي صلي صلي اللي ما يصلي. اوعى تغضب. اوعى تغضب يا باشا عشان مش هسقيك ومش هتطرح تاني. بعدين بقى انا اقول لكم.
ركزوا معايا، ركزوا معايا. ابوكم خبى الورقه منكم يا عم. واحد بس يتكلم، واحد بس. مش بشارككم اللحظه يا ابوكم خبى الورقه. يا ناصح انت، انا جيت قدامي مش هقول. ابوكم خبى الورقه منكم عشان عارف اللي انتوا بتكرهوه. أيوة. لو حسستوه اللي انتوا بتحبوه هيظهر لكم على طول. حلو ده. طب خلاص بقى من هنا. تضرب الجن؟ بتضرب الجن؟ استحمل بقى، استحمل بقى. هيعمل ايه ده؟ استحمل بقى. ايه ده؟ الجن سرق الولا؟ الجن تعمل ايه؟ عشان ناخد لفة. انت مجرب؟ انا نفسي العب من زمان، وانا نفسي العب. وي 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 وي. جايب لي واحد متخلف وتقول لي طلع عفاريت؟ ما عشان انت ما بتقولوش كل حاجه انت عايزها. ما انا قلت له. قلت له على ايه؟ قلت له على الورق والعبايه. واتساب. يا عم اسكت بقى انت، خربت. ماشي يا عم. العبايه لازم دلوقتي. ناخد العبايه رخيصه. العبايه حلوه. الورقه غاليه. ماشي، والعبايه غاليه بس مش قصتنا. ما علينا. اخواتك. اخواتنا ماله؟ مالهم؟ اخواتنا ماله؟ بص ركز معايا. اخواتك لازم يعرفوا ويطلعوا على كل الاخبار اللي احنا ماشي عشان الفلوس تحضر. ماشي ماشي. اندال اخوات. يا عاصم يا عاصم يا ولاد، يا ناديه تعالي يا حبيبي. خلاص يا حبيبي، ما بقتش ناديه، بقتش ويكار. تيالا على عينك اعرفي المصيبه بقى. ايه اللي حصل؟ المصيبه طلع جبنا دجال، ظهر العفريت اللي كان مزاولنا، قال لنا ان الورقه ابونا خدها. خدها بقى ازاي؟ ظهر كطائر وخدها وهبق من هنا. ابونا ظهر كطائر؟ ايوه. وخدها وهبق من هنا. ايه المطلوب مننا؟ قال لنا عشان الورقه دي ترجع. أيوة. لازم تعملوا له حاجه حلوه. تمام، نعمل له بسبوسه. واقف عند الابوار يلا. ايه مش احترم احترم المجلس. احترم المجلس. اعمل له ام علي يعني. يا عم اقعد بقى بلا ام علي بلا ام هيثم. الورقه دي مهمه يا جدعان، وفيها فلوس وفيها. الله يلعنكم كلكم. معلش شايل الهم لوحدي. نعمل ايه يعني؟ نعمل له حاجه كويسه يعني، نزعل عشان يحس ان فراقه صعب عليه. نزعل على ابونا يعني؟ اه دعنينا لابونا. يلا زعلان عيطوا يا صوت. عربيتك ورقت في ترعه. ايه الحزن الغلط ده يا عمي؟ الله يرد عليك. خلاص مش قادر منهار. ماشي نهار عدل. اخويا يا عم الله يرد عليك. وانت يا عم والنبي عايز عياط. يلا عايز عياط. اللي عملناه واحنا فرحانين نعمله واحنا زعلانين. نحزن قوي يعني. يلا يلا. شوات يا ماما، شوات يا حبيبي. مبروك 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 على موتك يا ابويا. مبروك 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 على موتك يا اخويا. يا رب قلل احزاننا وعلى قد نيتنا ادينا يعني. انت لو واقف جنب ابويا لا في فرح ولا في حزن، مش كفايه النار اللي على دماغي؟ تمام. ايه يا عم انت في ايه يا ابني؟ انت مالك قلبت زي المعزه ليه كده؟ هرش في ايه يا عم؟ انت من كتر الهرش في دماغك قلبت لي، بقيت عامل زي الاستفنديه اما بتشقى. يخرب بيت سنينك انت كمان. احنا زعلنا وهو ما ظهرش يعني. ايه ده؟ طب اقعدوا كده، ما احنا المفروض كده زعلنا عن ابونا. صحيح بنسمع كلام عفريت. استنى يمكن يظهر. يظهر ازاي؟ ربنا يسترها يا رب. احنا كده زعلنا على ابونا بقى. هيظهر. انا بيتهيألي كده يابا انت رضيت عننا صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي علامه. ايه ده؟ النور جه. دي علامه دي يابا انت رضيت عننا صح؟ لا. ابقى اتكلم من الصوره يا جدعان، ابقى اتكلم من الصوره. يا ابني تلاقيها فيديو. فيديو ايه؟
يا جدعان ابويا اتكلم، ابويا بيتكلم يا جدعان، مش انت اتكلمت يابا؟ يا لهوي ايه ابويا عمل كده وبرق، والله عمل لي كده ابويا، عمل لك كده؟ اه والله يا لهوي ابويا طلع دماغه من البرواز يابا، مش يا لهوي النبي يابا انت بتعمل ايه؟ ما تاكلنيش يابا، ما تاكلنيش، ما تاكلنيش يابا والنبي. وانت الوحيد اللي شايفني؟ اه يابا انا الوحيد اللي شايفك. اخواتك مش شايفيني ولا ايه؟ يا جماعه ابويا خرج من الصوره اهو، ابويا خرج من الصوره. ابوك خرج من الصوره؟ انت ناديه يالا؟ ناديه؟ حد شايفني؟ لا حتى اخويا الاهبل مش شايفني؟ اه يا فضه شمعون شمعين الله يبارك لك. الله يبارك لك والله يا ريس. ايه الولاد مش شايفيني ازاي؟ مفيش غير ده بس هو اللي شايفني. انت عملت التعويذه كلها ولا عملت عملتها إيه؟ كلها. طب اعمل معايا دي. ده كده انا مش هشوفك اصلا، ركز معايا. يا لهوي خلاص قول فنكرورو زهرورو. انت بتقول اللي بيجي في دماغك على فكرة. قول بس وخلاص. فنكرورو زهرورو. ابوكم اه. ابونا. الاب. اخويا. العب كويس يا حمادة. انا حاسس ان انا في المعمورة. ولادي ازيكم؟ ايوه انا بعد ما مت طبعا جات لي فرصه ان انا اظهر، انا اللي خدت منكم الورقه، وانا طبعا من وانت صغير اعتمدت ان انت اهبل ورحت خدت ميراثك كله، بس خلاص انا ظهرت لكم وهديكم الكنز. اول ما عرفت ان انتوا قلت الله يرحمك يابا وترحمتوا عليا خلاص ظهرت لكم، وبعد كده مش هتشوفوني تاني. اه ادي الورقه اللي فيها كل الميراث. ايوه ما دام مسامحني يا اولاد وما دام اثبتوا ان انتوا بتحبوني ادي الميراث، بنوك سويسرا، اطيان، املاك، فيلل، عمارات، كل حاجه موجوده في الورقه دي. مش عايز اشوف وشك تاني. ايه ده؟ ايه الحلم ده؟ لا ده مش حلم، ده كابوس. كابوس بس جه في وقته، في الوقت اللي الواحد عمال بيكنس فلوسه وحارم عياله، يوم ما يموت محدش فيهم هيترحم عليه، لازم الواحد يعمل حساب اليوم اللي ولاده يقولوا الله يرحمك يابا قبل ما هو يقول سلام عليك. السلام عليكم.